بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات الأخوة الأعزاء، أسعد الله مساءكم جميعا. سرني باسم التجمع القومي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي نستضيف من خلاله الأخ العزيز أبو سلمان، لنتحدث سويا عن الثورة أو الثورات العربية بين الاستبداد والإرهاب. لذلك لا أريد أن أطيل عليكم لأن أخذنا وقت كثير وإحنا ننتظر الجوانب الفنية. سندخل في صلب الموضوع. سأترك الحديث بداية إلى الأخ أبو سلمان ليحدثنا في هذا الموضوع، ومن ثم سأتداخل أنا بعده وسنفسح المجال لتعليقاتكم ومداخلاتكم، فليتفضل. مساء الخير جميعا. الأخوة والأخوات، أشكر لكم حضوركم وأشكر للأخوة والرفاق في التجمع القومي هذه الدعوة للحديث في هذا الموضوع الذي أعتقد أنه يعني على جانب كبير من الأهمية، ويستحق أكثر من ندوة حقيقة، ويستحق أن يتابع من قبل كل الأطراف، على اعتبار أن هذا الموضوع يتعلق بما سمي بالربيع العربي، وهذه التداعيات تخص جميع الدول العربية تقريبا، وتحديد البحرين التي أعتقد لها قص وافر في هذه المسألة. حاولت يعني أن أكتب ورقة، أرجو أن لا أطيل فيها بدلا من الكلام المرسل. أنا أحاول أنا يعني أتكلم بشكل ورقة مكتوبة أفضل، على أساس أن هذا الموضوع ربما في بعض الجوانب التي تحتاج إلى بعض التركيز، فأرجو أن يكون يعني تتسع صدوركم لبعض الآراء التي تطرح، لأنها أطرحها من وجهة نظر يعني محايدة نوعا ما، وعلى الأقل قراءة ربما من زوايا تم التطرق إلى بعضها، وربما أيضا نحتاج إلى أن نتطرق بشيء من العمق إلى بعض النقاط الأخرى. بعد مرور 5 أعوام بالتمام والكمال على الأحداث المزلزلة لما اصطلح على تسميته بالربيع العربي، تبدو القوى السياسية والمجتمعية في عالمنا العربي أكثر استعدادا وقبولا واعترافا بضرورة المراجعة النقدية الجادة لأدائها وممارساتها وكيفية تعاملها مع تلك الأحداث، كما تبدو في حالة من الحيرة وعدم اليقين بالنسبة للمستقبل ومآلاته القادمة، وتحاول جاهلة الآن أن تستوعب خلفيات ما مرت به المنطقة بشكل أكثر موضوعية، خاصة وأن تداعيات تلك الأحداث لا زالت تتوالى فصولها تباعا، مخلفة الكثير من التراجعات والإحباطات والفوضى العارمة على أكثر من صعيد. ومما يزيد الأوضاع سوداوية هو الخلط الحاصل جراء تلك التداعيات، والتي في كثير من وجوهها قد خرجت عن نطاقها المحلي الممكن فهمه إلى حد كبير، إلى ما هو أبعد إقليميا ودوليا لمقاربة بعض ما يجري في العراق وسوريا وإلى حد ما في اليمن وليبيا أيضا. ربما تأتي فعاليتنا لهذا اليوم والتي يقيمها رفاقنا في التجمع القومي الديمقراطي لمحاولة إجراء قراءة ومراجعة مطلوبة للمشهد العام في بلادنا البحرين، وكذلك بالنسبة للمشهد العام في المنطقة، علما أننا في المنبر التقدمي قد أجرينا باكرا مراجعة أولية لتلك الأحداث، وكذلك فعل رفاقنا في التجمع القومي وبعض القوى السياسية الأخرى في البحرين وخارجها، محاولين فهم ما جرى ويجري من أجل البناء على تلك القراءات استشراقا للمستقبل وتصويبا لمسار الحاضر. وحتى نكون أوفياء لعنوان ندوتنا لهذه الليل لهذا اليوم، والتي تعقد تحت عنوان عريض هو ثورات الربيع العربي بين مطرقة الاستبداد وسندان الإرهاب، وهو عنوان كما تلاحظون يشي بكثير من التأمل والتمعن في مفاهيم لا زالت محل اختلاف وتباين بين كتاب الرأي والمفكرين وفرقاء العمل السياسي على امتداد وطننا العربي وليس في البحرين لوحدها. فكلمات مثل ثورة أو حراك أو انتفاضة أو هبة أو استبداد ودكتاتورية أو حتى إرهاب
هي مفاهيم غير متفق على تأويلاتها تماما في مثل أوضاعنا الراهنة، أو على الأقل لا يمكن تعميمها بشكل مطلق. فمفهوم الثورة مثلا بالمفهوم المبسط هنا تعني فعل جماهيري شامل تستدعيها وتفرضه جملة من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حين تصبح ظروف الناس بمختلف شرائحهم ومعيشتهم وأموالهم وحاضرهم ومستقبلهم على المحك أو في خطر، أو عندما تتسع الشقة ما بين الحكام والجماهير وتغيب وسائل التعبير وتقيد الحريات ويفقد الناس الأمل في أنظمة الحكم وفي القدرة على التغيير، ويفقد الناس صبرهم وتتمادى أنظمة الحكم في صلفها وجورها وفسادها. حينها لا تجد الجماهير من بد من التحرك لتغيير واقعها بشكل جذري، على أن بعض الثورات تأخذ طابعا سلميا كما حدث في معظم الانتفاضات والثورات التي حدثت خلال الخمس سنوات الماضية في منطقتنا البحرين، في منطقتنا العربية. وأحيانا كثيرة تأخذ تلك الثورات طابعا عنفيا دمويا كما هو الحال بالنسبة للثورة الفرنسية مثلا. وبما أننا نتحدث في ذكرى أحداث ما سمي بالربيع العربي، وهو مصطلح أطلقته لأول مرة صحيفة الاندبندنت البريطانية كتوصيف لامس شغاف قلوب الجماهير العربية المتعطشة للحرية والديمقراطية، ويذكرنا دائما بما سمي بربيع براغ في تشيكوسلوفاكيا سابقا، وإلى حد ما الثورة البرتقالية في أوكرانيا وغيرها من الثورات التي حملت مطالب جماهيرية في الحرية والديمقراطية والخبز والكرامة. ونحن هنا لسنا في وارد تحليل مغزى التسمية التي أطلقتها الاندبندنت البريطانية، بقدر ما نريد أن نقرأ جانبا من مسببات ومآلات تلك الأحداث المزلزلة لعالمنا العربي. لذلك علينا أن نبدأ بمقاربات لمواقف الأطراف جميعها من تلك الأحداث. فالجماهير وقوى المعارضة السياسية في جميع الدول العربية التي شهدت تلك الأحداث كان لها في الأساس تاريخ ممتد وحافل في مسيرة النضال الوطني والمعاناة والقمع والسجون والمنافي والاضطهاد والفساد والاستبداد بكل تفاصيله ووجوهه. وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها أو تجاوزها، أي أن أحداث الربيع العربي لم تكن وليدة الصدفة، بل لها مقدمات وجذور استندت عليها قوى المعارضة الشعبية وجماهيرها في بلداننا في مطالبها العادلة والمحقة في الخبز والكرامة وسعيها لتحقيق العدالة وتوزيع الثروات ووقف كافة وجوه الفساد والنهب والرغبة في المشاركة في صناعة القرار. أي أن تلك الأحداث تعني في المحصلة امتدادا لمسيرة المطالب ذاتها، وبكل تأكيد فإن هذه الهبات والثورات استمدت عنفوانها من حالة الفوران الشعبي المحفز في المنطقة وحالة الاستلاب التي عايشتها شعوبها، ابتداء من صفعة البوعزيزي التي أشعلت ثورة الياسمين في تونس وحركت هواجس مكبوتة من الكرامة والرفض لاستبداد وقع وقمع ومعالجات أمنية مرهقة ليس في تونس فحسب، وإنما على امتداد عالمنا العربي. فقد تلت تلك انطلاق الثورة الخامس فقد تلت ذلك انطلاق الثورة الخامس والعشرين من يناير في جمهورية مصر العربية ليعم الصخب الجماهيري المطلبي العديد من الدول العربية من المحيط إلى الخليج، وذلك نظرا لهشاشة الأوضاع الاجتماعية والسياسية في المنطقة بأسرها وفي دول الربيع العربي كل على حدة، في مقابل تطلعات وآمال جماهير في التغيير وهم يتابعون عالما جديدا يتشكل من حولهم بمفاهيم مغايرة وتحالفات جديدة وأدوات مستجدة هيأ لها انتشار العولمة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات وغيرها. وبقدر ما أوجد ذلك من تعقيدات إضافية، إلا أنه بكل تأكيد قد ساعد في تقريب المسافات وسرعة استيعاب ضرورات التغيير أكثر كثيرا من المفاهيم التقليدية التي ربما سادت في فترات سابقة. وبمثل ما كان للمعارضات العربية من هواجس، فإن هواجس ومخاوف أنظمة الحكم لا تقل عن ذلك وإن بصيغ مختلفة، وهي المتربصة على الدوام بأبسط دعوات الانعتاق من الاستبداد وإشاعة الحريات العامة والخاصة. الملاحظ هنا أن جملة تلك المتغيرات قد فاجأت الجميع وبدرجات ربما متفاوتة أنظمة الحكم وقوى سياسية ومجتمعية، فقد عجزت أعتى أجهزة الاستخبارات أن توقف أو تتنبأ باكرا بانطلاق تلك الثورات والهبات الشعبية. ولنا فيما حصل في تونس ومصر مثالا يمكن تعميمهم على جميع أجهزة الاستخبارات وأنظمة الحكم في غالبية دول الربيع العربي تحديدا. ونذكر
هنا أن غالبية أنظمة الحكم في هذه الدول كانت حينها ترسل خطاباً متهالكاً لم يستطع أن يصمد أمام موجات المد الجماهيري الشعبي العارمة، مفاده أننا في منأى عما يجري في دول الجوار، وكأنها أنظمة محصنة من أي تحول وتغيير. حدث هذا في مصر المبارك بعد أن تداعت أحداث تونس كما حدث في ليبيا القذافي وسوريا الأسد واليمن والبحرين والكويت وعمان بدرجات متفاوتة. وعلى الجانب الآخر فإن قوى المعارضة بكل ما يملكه بعضها من تاريخ وتجارب نضالية وقعت هي الأخرى في حالة من الإرباك والضياع، وبرهنت مراراً أنها لم تكن مستعدة بما يكفي، فقد كانت في أحسن الأحوال غارقة في عملها النضالي اليومي بصورة تقليدية رتيبة جداً، ولم تستطع أن تستوعب حينها ما جرى، ودخلت في حيرة من أمرها، وهي بعد لم تحدد طبيعة تحالفاتها وكيفية تعاطيها مع سرعة وتداعيات الأحداث في بلدانها، واستمرت تتابع المحيط من حولها، وقد تحول إلى مرجل يكاد أن ينفجر وهي بعد لم تتهيأ لذلك. ومما زاد الوضع سوءا وتعقيدا هو أن قوى المعارضة والمجتمع العربي بأسره في هذه البلدان لا تمتلك الكثير من الأدوات والوسائل التي يمكن أن تسعفها في مثل هذه الظروف، وقد كانت الوسائل المجربة معظمها بحوزة الأنظمة وأجهزة استخبارات في الغالب. فها هو المال السياسي والنفوذ والهيمنة المطلقة على مقدرات الدولة وكذلك الإعلام الرسمي من صحافة وتلفزيون وفضائيات في دول الربيع العربي، قد تحولت جميعها إلى أدوات مهمة وفاعلة في يد أنظمة الحكم لتشويه قوى المعارضة ومطالبها العادلة. وها هي الأنظمة تشتري الذمم وتفبرك الحقائق وتحيك سيناريوهات كثير منها لا يستطيع أن يصمد أمام الحقائق على الأرض. وبرزت لغة التخوين والاتهامات بالاستقواء بالخارج، وجرى العبث بمقومات رئيسية في مجتمعات تلك الدول، واستحضرت أجهزة استخبارات أوراق وخبرات عديدة لتلعب بها في المشهد المأزوم أصلا، وفي مقدمتها الورقة الطائفية والمذهبية والقبلية والعشائرية والتدخلات الخارجية، وجرى استعداء الشرائح المختلفة على بعضها ونشر التوجسات والمخاوف التي تبعث على نبذ الآخر وتهميشه وتسقيطه وكراهيته. أمام هكذا أوضاع مربكة لقوى المجتمع والدول جرت فبركة وتزوير وتسويق الكثير من المغالطات، ولعبت مراكز الدولة العميقة وبمساعدة العسكر أحيانا أدوارا تخريبية واضحة يمكن أن يفرد لها حديث طويل في كل بلد على حدة. وهكذا تشكلت اصطفافات جديدة عومت بسببها الكثير من المطالب الشعبية التي ظلت عوامل موحدة لجماهير الشعب لعقود طويلة في تلك البلدان. يضاف إلى كل ذلك ما وقعت فيه الكثير من القوى السياسية قليلة التجربة المندفعة تحديدا من أخطاء قاتلة، وهي لما تزل تحت نشوة جماهيريتها وبعض خيالاتها الواسعة غير المنطقية أو الواقعية وخطابها الشعبوي الفاقع أحيانا. ورغم التحذيرات المعلنة والمستترة من غلو ومزايدة تلك الأطراف وعدم عقلانية بعضها، إلا أنه جرى الإصرار أحيانا كثيرة على الذهاب بعيدا دون حسابات سياسية موزونة، حيث لم تحسب بعض القوى المندفعة جيدا سطوة وقدرات الأنظمة وأجهزتها، بل هي لم تحسب جيدا حتى تداخل المصالح الإقليمية والدولية، ولم تميز حينها بين الخطوط الحمراء والخضراء في التعاطي السياسي مع وضع اجتماعي معقد جدا وواقع متأصل مغلوط، لكنه تكرس بكل أسف لعقود في وجدان الناس بفعل القمع ومصادرة الحريات. والأسوأ من ذلك أن تلاحق وكثافة الأحداث ربما عرى وكشف ممارسات الكثير من القوى السياسية في عالمنا العربي. لا فرق هنا بين بعض قوى اليسار أو قوى الإسلام السياسي، حيث ظهرت مكشوفة وعاجزة فعلا عن مجرد ضبط وتحديد أو تمييز خطابها والإسهام بالتالي في قيادة الجماهير أو حتى مجرد التأثير فيها إيجابا، حيث اندفعت في كثير من الأحيان خلف شعارات وعواطف جماهيرية وطموحات طوباوية مكبوتة، ولم تستطع أن تستوعب حينها حجم وطبيعة ما يدور أصلا. وعندما حاول بعضها تدارك بعض الأخطاء لاحقا كان الوقت قد أصبح متأخرا كثيرا، وقد كانت أجهزة الاستخبارات وقوى الثورة المضادة
قد فعلت فعلها في حرف وتشويه الحقائق استنادا إلى بعض ما جرى من أخطاء ومثالب، مستفيدة من خبرتها وإمكانياتها الواسعة في التعامل مع هكذا أوضاع. ربما كان ما تقدم مفيدا لنا جميعا لكي نحلل وندرس بشكل أكثر وضوحا ما جرى في بعض وجوهه، لكن المؤكد أن غالبية أنظمة الحكم، إذا استثنينا نظام الحكم في المملكة المغربية، فإن بقية الأنظمة لم تكن أصلا راغبة في التغيير أو الإصلاح، ولم تملك بعد النظر والجدية التي تؤهلها أن تكون في منأى عما جرى، وقد برهنت بوضوح أنها لا تمتلك إرادة التغيير والإصلاح رغم ما ادعته ورفعته من شعارات نحو الإصلاح ومحاربة الفساد والديمقراطية، وهي الغارقة حتى شرقيها في استبداد ممنهج وديكتاتورية متأصلة، وهي لذلك تشوه مفاهيم سياسية أساسية في الحياة العامة حتى تستطيع أن تهيمن على كامل المشهد وتديره كما تشاء. لذلك نراها تشوه بشكل متعمد مناهج التعليم، كما تشوه روح المواطنة والبنى المجتمعية القائمة، وتصادر حرية العمل الحزبي المنظم، ولا تعطي اهتماما لاحترام الدساتير والقوانين، وتلغي دور النقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتخلق بدلا منها مؤسسات هجينة وخاوية، وتمارس التمييز وتتلاعب بالولاءات والانتماءات كيفما تشاء، وتفسح المجال واسعا لقوى الفساد بأن تستشري عبر تحالفاتها وتزويرها للانتخابات، وتخلق الولاءات المصطنعة معتمدة على استدعاء اصطفافات مذهبية ومفاهيم دينية ومذهبية وفتاوى حسب الطلب، والاستقواء بوجاهات مجتمعية وقوى دينية لم تكن يوما ذات شأن في عموم المشهد السياسي العام في بلادها، بل ليس لها إسهامات حقيقية سوى في التحزبات الضيقة ونشر الفئوية والعيش على خراب الأوطان، موظفة أجنداتها المعلنة والمخفية وقدراتها التنظيمية والمالية للقفز إلى مواقع السلطة والقرار بأدوات تتخذ من الدين ستارا، ولنا بما حصل في جمهورية مصر العربية مثالا حينما وصلت جماعة الإخوان المسلمين للسلطة مستفيدة من أخطاء النظام وتحالفات ابتدأها السادات مبكرا نهاية السبعينات. وكذلك فعلت حركة النهضة في تونس مع بداية الثورة هناك، فتلك القوى المذهبية والدينية المنشأ حين تعجز عن إقناع الجماهير ببرامجها فإنها تخلق من ولاءاتها المصطنعة ستارا يوصلها لمآربها دون أن تمتلك حتى أجندات أو برامج وطنية واجتماعية جامعة، وهي التي تعلم أن الأنظمة ذاتها كم تحتاج لأن تساومها على ذلك أصلا. ولم يعد حديث القوى الطائفية والرجعية ينحو باتجاه تكريس مزيد من الممارسة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية، لكنها فضلت أن ترفعها فقط شعارات خجولة ومطاطة في آن، وعملت لتكريس مزيد من التقسيمات العمودية التي تحقق للأنظمة بالدرجة الأولى مزيد من السطوة والقهر مقابل سقف مرسوم ومحدد سلفا من الحضور لتلك القوى المتحالفة مع الأنظمة. حدث كل ذلك على حساب مطالب عادلة ومشروعة ناضلت لأجلها شعوب المنطقة عقودا طويلة وقدمت في سبيلها الغالي والنفيس. هكذا إذن نجحت الأنظمة في إجهاض روح المطالب وأحباط وتيئيس الجماهير من إمكانية التغيير والإصلاح، مبقية على عوامل التخلف والارتداد إلى الخلف عناوين لمرحلة قادمة ربما تستمر طويلا. في وقت يتقدم العالم من حولنا ويجري الحديث عن تحالفات سياسية واقتصادية جديدة وتحولات جيوسياسية وتقسيمات قادمة لمناطق نفوذ وهيمنة ومصالح وثورة معلوماتية وتكنولوجية، يبدو أن نصيبنا منها كعالم عربي سيبقى صفرا لفترة طويلة قادمة، وتلك أمور يبدو واضحا أنها لا تحرك شعرة في جدار الاستبداد المعتمد على تكريس الاستعباد والتخلف. وعندما تعم الفوضى غير الخلاقة والمدمر عالمنا العربي، علينا أن نتابع جيدا سطوة وقساوة المشهد العالمي من حولنا، والتمعن جيدا في الاعتبارات المنافقة والمراوغة وغير الأخلاقية التي تتعامل معها الإمبريالية العالمية ومعها القوى العالمية المهيمنة في دعم وإسناد ضمني واضح لقوى الاستبداد وقمع الحريات وأعداء الديمقراطية في المنطقة والعالم، على الرغم مما ترفعه من شعارات خادعة تبدو أنها كونية وأخلاقية أحيانا كثيرة،
وذلك انطلاقا من استراتيجياتها المعلنة والخفية في الهيمنة واقتسام النفوذ والمصالح حول العالم. ليس مهما بالنسبة لها تطورت الديمقراطية أو تناقص الفقر والإرهاب أو ساد الاستبداد أو تنمرت الدكتاتوريات العربية على شعوبها. نقول ذلك ونحن لا نستند هنا على نظرية المؤامرة حتى لا نريح عقولنا وضمائرنا من التفكير، وإنما أمعانا في سبر أغوار المشهد العربي المأزوم وفهم تداخل المصالح وتحولات العالم السريعة سياسيا واقتصاديا وعلميا وتأثيرات كل ذلك علينا كشعوب ودول. فيما ترعبنا عصابات داعش وتيارات الفاشية الدينية المصطنعة ومثيلاتها بما تبثه من رعب وقتل وإرهاب وتخلف حضاري، هو في الأساس صنيعة صمتنا وانكسارنا وضعفنا ومناهجنا التعليمية التي تصر الأنظمة حتى اللحظة على الإبقاء عليها أمعانا في تشويه المشوه رغم كل ما يجري من قتل ودمار وتراجعات مخيفة بسببها وبسبب مخرجات جامعاتنا وأموال نفطنا المهدرة في سوق السلاح العالمي وسياسات الأنظمة وأجهزة استخباراتها التي أوصلتنا إلى أن نقبل مكرهين أن تدمر أمام أعيننا حضارة وتاريخ وجيوش العراق وسوريا وتضيع مصر في طوفان الإرهاب وتشوه علمانية تونس وتنتشر القاعدة وتوابعها في حواضر ومدن ليبيا واليمن وغيرها من دولنا العربية وتبدع فضائياتنا الممولة رسميا وأهليا في بث الشقاق والفتن والاحتراب والكراهية وتزيف ثقافتنا لتصبح مسخا وتصادر الكلمة وتجرم الوطنية ويقتل الإبداع وتسترخص مسائل حقوق الإنسان ويطبل بعض دعاة الثقافة التقدمية والوطنية والليبرالية ومن يسمون أنفسهم بقارة الرأي لفساد الأنظمة ورجعيتها ولسراق المال العام والعسكر وقارة الانقلابات العسكرية. أقول ذلك ليس معانا في سوداوية المشهد العربي وإنما تحفيزا لذاكرتنا الوطنية ولتياراتنا الوطنية الديمقراطية والعلمانية التي بقيت غائبة طويلة وقبلت في الغالب أن تهمش وتستهان وتداس تحت الأقدام وفي أحسن حالاتها رضيت أن تعيش في الماضي مزهوة بماض لن يعود ولا تعرف كيف لها أن توظف مضامينه وبتراث ثقافي وفكري وسياسي زاخر بقيت عاجزة عن تجديده وتطويره بمثابرة وإخلاص ودفق جديد من قبل من يفترض أن يتصدون للمشهد الفكري والسياسي في وقت يتابع الجميع تفاقم أزمات منطقتنا أنظمتنا العربية الراهنة والمتآكلة اقتصاديا واجتماعيا وبنيويا حيث لا تملك رصيدا وافرا للمستقبل وتتبدى بوضوح قلة حيلتها أي الأنظمة وعجزها المريع عن مسايرة ركب الحضارة والتطور السياسي والعلمي والاجتماعي الهائل مع اختلال موازين عالمية عدة لن تسمح بكل تأكيد لمن تخلف عن اللحاق بها واستيعابها مجرد البقاء والاستمرار في وقت تصر أنظمتنا العربية على المكابرة ورفض الحوار مع شعوبها والبدء في مسيرة المليون خطوة نحو البناء الديمقراطي الحقيقي المتدرج والصبور واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وبناء دولة القانون والمؤسسات وبمثل ما يضاعف ذلك من مسؤولية قوى المعارضة فإنه يستدعي إرادة جادة أحسب أنها لا زالت بعيدة عن مجرد أن تفكر فيها أنظمة الحكم العربية القائمة في منطقتنا العربية المأزومة التي أضحى العالم المتحضر يسلط عليها بشكل متزايد أضواء كاشفة باعتبارها مصدر تهديد وقلق وبؤر أزمات لا تنتهي. تلك هي بعض إرهاصات ربيعنا العربي الذي يراد له أن يكون خريفا وعلى الجميع تدارك دراعياتها وارتداداتها أنظمة حكم ومعارضات وقوى مجتمعية بشيء من الحكمة وبعد النظر والمسؤولية قبل فوات الأوان وشكرا لإصغائكم.